نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي مع بداية العام المقبل 2023. وأوضح المركز الإعلامي استمرار الدعم العيني للسلع التموينية كما هو دون أي تغيير في المنظومة، حيث يستمر صرف المقررات التموينية لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية، وذلك بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، والبلغ قيمتها 50 جنيها شهريا لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية.